بسم الله. السلام عليكم الاخوان ومرحبا بكم معنا اليوم في فيديو من سوق حد الولاد فرج. اليوم 17/10/2021 خروف كسابي اخوان. عطيو خروف كسابي الثمن اخويا ديال الخيل. الثمن 40 كيقول 2000 درهم. أكيد السوق اليوم في ولاد فرج في كسابي كاين تما كيقول 2000 درهم. شحال تقريبا من الشارع عندنا هذا الشارع؟ 9 10 كل مسنا الحليب. أيه والله يسخر الله يسخر. نجيب لي تيسير يا إخوان في تسلي عادي بعام ربح إن شاء الله. كيقول 2000 درهم. كيقول 40000. 40 يا اخوان الله يسخر. هذا عشيه تجينا الفاكساج ديال الولد. مرحبا. الثمن ديال الخيل الثمن ديال الخيل عاطيني 45. عاطينك 45 كيف 50 انت قلتي لهم 50 تبارك الله. هذاك اللي شاد السيد شحال شريتي يعني؟ ولدك اللي خلصه. ماشي مشكل. لا مكاينش مشكل. الله يسهل عليك. الله يسهل عليك. يطلع الله عندك. الله يبارك فيك. الله يسهل عليك. الله يسهل عليك. عينك ما مع اخوان غدي تخلي بحال ان شاء الله. الله يسخر. الله يسخر. سير الله يعاونك. 1600 درهم. الله يسهل عليهم يا اخوان. قول لي يا خويا ديتي مال اليوم هذا ديتي تبارك الله. مازال فينا الحليب؟ ثمن اخويا 1900. كي داير السوق اليوم هنا في كنتي كسابين هادو فحولة كسابين اللي قلتي فحولة الا قلت جهتين. مازال اخوان غنجيب من القدام باش نبين لي كاميرا مزوينين تبارك الله. الله يسهل لهم مولاه. تبارك الله. عينكم يا اخوان تبارك الله. شو هاد الزوز والزوز اللي من هنا والله يسهل عليهم. الله يسهل عليهم. لا تبارك الله. 1900 درهم. اخوان هاد الجوج غير عجبونا غادي نبارطاجيهم معاكم. الا لقيت مولاه راه نسول على الثمن. ملاح تبارك الله. وعاقلين غير مطلوق. وتحيه للمتتبعين ديالنا داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. مرحبا بكم معنا. واللي عجباتو القناة يدخل يتابعونا معنا. واللي عجباتو الصفحة ديالنا ديال الفيسبوك مرحبا به. كلشي مرحبا وتبارك الله عليكم. الله يرضي عليكم ونهاركم مبروك. منا من سوق حد ولاد فرج. الله يسخر. مباشرة أمام عينيك 42 عطينا 37 37 و850 درهم كامل على مينات ثنية رباعية. ياك سمعتيني من الرعبة. ولا 8 الشهر ولا هنا السوق على خوف ما تبقاش ديه ممنوع.
شي وحده ناس ملاحات فيما صراحه ونتفارقوا هاك والله يجيب الشيبه جيب من البوش ولا مع الصباح في الطرب وشو الله يسهل على الجميع الله يسهل الله يجيب الشيبه شو يا اخوان شدوا على روحك انت ديال زريع كتان هاي كتعصر مباشره الرعد ولا الحساسيه وتعطينا الثمن ديال هذه هذه هي هذه هي الثمن ضارة غير سنة الحليب سنة الحليب ولا ثنية ثنية هذا إعلان كيزيد المخبر هذا مو كيقوي الذاكرة هذا السمسم والله يسلمك يعدو الصحبة والنهجة والتضيق ديال النفس هذه زريعة كتان البلدية السيدة ولا هناش هذه الحاجة السوداء اللي تكلم عليها في اليوتيوب كي داير السوق تاع النعجة؟ في اليوتيوب وفي فيسبوك كي داير السوق تاع النعجة اليوم؟ كي داير الثمن في النعجة؟ الثمن غالي شوية غالي زايدة الثمن اللهم امين الله يعطينا الشاي اخوان اللهم امين الله يسخر لكم الله يعاونكم في اخوان النعجة ضارة ضارة على ميلاد ضارة على ميلاد وصلنا من الناس شرينا خويا 140 ثمن عقبات 1600 درهم وبالنسبة للمركز ديالنا المركز ديالنا منين؟ المركز ديالنا بن قرير من بن قرير الله يسخر 1600 اللي عاطينا 1600 درهم كيداير السوق اليوم هنا كاين الثمن بزاف اليوم كاين الثمن زايد زايد على السيمانة اللي فاتت نصورك اخويا معاه مرحبا فيك انت جاي من بلقرير جاي هنا قالي مشي لغن من بلقرير انت اللي شاد من بلقرير والله يسخر لك انا من زوج سيدي اسماعيل مرحبا مرحبا بالناس زاوية سيدي اسماعيل وتحية للمغاربة كاملين في المكان من طنجة من البويضة ايه اهدر معاه اهدر معاه كي تموش والله يسخر الله يسهل على الناس اللي جبنا في السيرة اخوان تبارك الله اللهم يسر والله يسخر لك الله يعاونك الله معاك تبارك الله عليك كدير نفسنا نفرفر نشوفو هاي ستاسية دار انت امها دار بات ولد ثمن شحال كيكون؟ ثمن 21 الوداء 21 كلهم سداسيات؟ كلهم سداسيات كلهم سداسيات؟ كلهم سداسيات اخويا انت وحده من الجامعه؟ لا كاينه وحده جامعه كاينه وحده جامعه عاطينك شحال؟ عاطينا فيهم 56 بربعه 14 700 درهم والله يسخر لك اخويا الله يجيبك التيسير اللهم امين يا رب العالمين اللهم امين يا رب العالمين الله يسهل عليك عندك كلاكاج تيشير وتمزق عضلي هديه نشوفهم من القدام وعاد باش نقاطعوا غادي نسد عليك باغي تبان ميلوك مرحبا لا كاين ثمن اليوم كاين ثمن الله يسخر الله يسخر هذا اخوان 29 بجوج هذا 29 14 ونص 725 درهم هذوك السابيع عطينا هذه اللي في يدك تاهي شحال؟ هذيك 16 800 كي داير السوق ديال الخروف اليوم هنا في ولاد فرج؟ الخروف الله يهديك كاين الثمن ولا لا؟ كاين الثمن كاين الثمن كاين الثمن والعام غالي الله يسخر مرحبا بك الله يحفظك جميل راه نجي عندك ماك مالحتيني نجي عندك اخويا الله يسخر الله يسخر مشات وهذه ديال الشباب والباس اللي عطيناها لك الله يحفظك قول لي الثمن ديالها 16 وما كاينش الشاري الشاري قليل 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 راه خاص الماكله ماكله هذا شهر 10 شحال كتاكل في النهار تقريبا ورا حسب على 150 ولا 10 درهم نهار تبرع بغيتي تبرع السابية كيقول 800 درهم مازال معايا كلمتينا نمشيو كاملين لا لا خليه معايا خليه مطرونك خليه مطرونك والله يسهل عليك الله يسهل
الله يسخر لإخواني بيع برباح إن شاء الله. حاولنا نقربكم من الخروف كالسابي حول أقلال شوية النعجة والدة ودارة خروفة كسامية. والله يسخر جميع. تحياتي لكم كبيرة إخوان أبغاني يحييكم نهاركم مبروك. اللي عجبوا الفيديو يخلي واحد جامل ومازال ما دخل القناة مرحبا به. الله يعاونكم تبارك الله عليكم.